النهارده جوله جديده من جولات تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. النهارده ضمن جولاتنا في الحوار الوطني في كل الجامعات المصريه وكل محافظات الجمهوريه برعايه السيد رئيس جامعه مدينه السادات النهارده وبحضور الزملاء النواب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين من مجلس النواب ومجلس الشيوخ واعضاء التنسيقيه. ازاي كان حوار مهم جدا النهارده بيتشارك فيه الطلبه النهارده طلبه الجامعات. الاميز من كده ان كان اساتذه الجامعه موجودين. كان حوار مفتوح حول قضايا الحوار الوطني وخريطه المستقبل للجمهوريه الجديده. النهارده الحوار الوطني كان مستهدف بيه ان احنا نسمع ابنائنا الشباب، ابنائنا الطالبات والطلبه، اديناهم فرصه الحوار، اديناهم فرصه يسالوا، اديناهم فرصه يقولوا كل ما يدور بخلدهم في جميع قضايا المجتمع الوطني، كل مشاكل المجتمع ايا كانت مشاكل الشارع او مشاكل الجامعه او المشاكل اللي هم بيسمعوها على مستوى العام على مستوى الدول. هو بيجول في خاطره اي سؤال بيسألوا.